فاخر. بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي غادي نصحح التمرين الثالث اللي عطيتكم ديال الدعم. صافي غادي ناخذوا هنايا التمرين تيقول تقترح خزانه لقراء الكتب على القراء التعريفة التالية: دفع مبلغ ثابت قدره 40 درهما للانخراط، وأداء 5 دراهم عن كل كتاب. داكوغ؟ إذا كاين واحد العدد اللي هو ثابت باش نخرطو في الخزانة، وكاين واحد العدد اللي هو متغير على حساب العدد، على حساب عدد الكتب اللي ناخدو. صافقين؟ إذا ناخدو السؤال الأول تيقول لك أتمم الجدول التالي. عندنا واحد الجدول هنايا، غادي نرسم واحد الجدول، عطينا واحد الجدول هنايا، ها هو. عطينا واحد المجموعة ديال الأعداد اللي تتمثل عدد الكتب اللي خدينا. كاين ثم هنايا، إذا كاين هنايا عدد الكتب، عدد الكتب، وكاين هنايا المبلغ، المبلغ الواجب أداؤه. سي تخي تخي بيان. بون لو نومبر، الأعداد اللي خداو هما 10، 4، 3، و2. سي تخي تخي بيان. غادي نملؤو هاد الجدول. معنا هنا خدينا 10 ديال الكتب، كل كتاب الثمن ديالو 5 ديال الدراهم. إذا معنى أن الواجب اللي غادي ندفع غير في هاد 5 ديال الكتب هو 5 × 10. بحق غادي نضيفو لها الثمن اللي دفعنا، أي المبلغ اللي دفعنا من أجل الانخراط. متفقين؟ إذا معنى عندنا 5 × 10 ديال الكتب، ثم تنضيفو عليها ماذا؟ تنضيفو عليها 40 درهم. إذا الأسبق هي الضرب بطبيعة الحال، 50 هنايا 50 درهم زائد 40 درهم هي 90 درهم. إذا إلا خدينا 10 ديال الكتب تيكونو تقاموا علينا ب90 درهم، فيها 40 درهم اللي هي ثابتة ديال الخيرات، وفيها 5 دراهم عن كل كتاب. سي تخي تخي بيان. نفس العملية نعاودوها إلا كان، إلا كنا خدينا 4 ديال الكتب. إلا كنا خدينا 4 ديال الكتب، إذا عندي 5 دراهم عن كل كتاب، أنا خديت 4 ديال الكتب، إذا 5 × 4، وتنضيف عليها 40 درهم، ها هي. صافقين؟ 5 × 4 هي 20، و 40 هي 60 درهم، ها هي، ها 60 درهم. صافي؟ ثم من بعد تيقول لك إلا خدينا 3 ديال الكتب، إلا خدينا 3 ديال الكتب، نفس العملية تتعود. إذا كل كتاب 5 دراهم، حنا خدينا 3 ديال الكتب، وغادي نضيفو عليهم 40 درهم ديال الانخراط، وغادي نشوفو شحال تقاموا علينا 3 ديال الكتب. 5 × 3 هي 15، و 40 درهم ديال الانخراط هي 15، و 40 هي 55، 55 درهم، ها هي 55 درهم. ثم من بعد ذلك، من بعد ذلك كاين 2 ديال الكتب، نفس العملية نعاودوها. كل كتاب 5 دراهم، 5 ديال الدراهم، تنضربوها في عدد الكتب اللي هو 2، وتنضيفو عليها 40، وهادي تعطينا 5 × 2 هي 10، 10 + 40 هي 50 درهم، هي 50 درهم، وتنسجلو هنايا 50 درهم. ثم من بعد تنشوفو هاد الجدول اللي حصلنا عليه واش بحالو بحال الجدول اللي شفنا في
في الدالة الخطية، واللي اتفقنا عليها بأن الدالة الخطية تمثل وضعية تناسبية. هذه نشوفوا هذا الجدول هل هو يمثل وضعية تناسبية أم لا. من أجل ذلك إذا كان يمثل وضعية تناسبية معنى أن إذا خدينا 2 في 55 تخرجنا تتساوي 3 في 50. نتأكدوا منها، نشوفوا 2 في 55 شحال تتساوي؟ هي 110. وإلا خدينا 3 في 50 تتساوي 150. إذن هل هما متساويين؟ لا. إذا معنى جداء الطرفين لا يساوي جداء الوسطين، إذا معنى هذا الجدول هذا لا يمثل وضعية تناسبية. إذن الدالة الخطية كنا تنتكلموا على وضعية تناسبية، هنايا هذه العلاقة هذه جديدة تنتكلموا على جدول لا يمثل، أو العلاقة اللي تنتكلموا عليها لا تمثل مدى، لا تمثل وضعية تناسبية. تخي بيان. جينا خدينا هنايا تنشوفوا دائما تنضربوا 5 في عدد الكتب وتنضيفوا عليها 40. إذا خدينا 10 الكتب ولا 4 ولا 3 ولا 2، دائما تنضربوا في 5 وتنضيفوا عليها 40. هما سموا هذا المبلغ اللي غادي ندفعوا الواجب أداؤه سماوه جيلي إكس، وإكس هو عدد الكتب. إذن إكس هو هذا، إكس تتمثل هذا عدد الكتب هادو، وهذا تيمثل الواجب أداؤه أي جيلي إكس. إذن هادي تتمثلنا إكس هي، وهادي تتمثلنا جيلي إكس. كيفاش انتقلنا من هاد العلاقة بين إكس اللي هي عدد الكتب والجيلي إكس اللي هي المبلغ الواجب أداؤه؟ بسيطة العملية، دائما تنضربوا في 5 أي 5 في إكس ها هي 5 في إكس، وتنضيفوا عليها واحد العدد ثابت اللي هو دائما كان 40، وتتعطينا هاد الجيلي إكس هي هذه.